على صهيل خيول في أذنيه رأى أمام عينيه جيوشا تتقدم، ورأى بلادا تفتح وينشر خير وعلم وحضارة. رأى فتوحات مسلمين في كل بقاع الأرض بدون سيوف، وشاهد بعينيه انبهار العالم بحضارة عربية إسلامية متقنة. رأى الغرب ينهل من عراقة العلماء والأطباء والمهندسين والفلاكين العرب والمفكرين والدعاة والباحثين وطالبي العلم العرب. رأى ورأى ورأى، وفجأة وكأن زلزالا وقع تحته أيقظته يد قاسية من النوم. فتوحات، ماذا يا حالم؟ إنه أول يوم في رمضان، قم قم للسحور. السلام عليكم مستمعينا، أنا ميمة الكاوي وأنتم تستمعون إلى قطيفة يومية من قطائف الرمضانية. عاد للنوم قليلا، فعادت الخيول للصهيل وعادت المشاهد أمام عينيه. معركة بدر الكبرى في رمضان في السنة الثانية للهجرة، فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة للهجرة، معركة القادسية في رمضان في السنة الخامسة عشر للهجرة بقيادة سعد بن أبي وقاص، فتح حصن بابليون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان سنة 20 للهجرة. الخيول عادت للصهيل في أذنيه، فتح بلاد الأندلس في رمضان سنة 92 هجرية بقيادة طارق بن زياد، فتح بعلبك في بلاد الشام في رمضان سنة 570 هجرية على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، وعدة مدن في بلاد الشام من أيدي الصليبيين. معركة عين جالوت في رمضان سنة 685 بقيادة السلطان قطز والقائد العسكري بيبرس، وغيرها وغيرها في إسبانيا وأنطاليا وجزيرة صقلية. تحولت المشاهد أمام ناظريه أكثر تطورا، فرأى مدافع ورشاشات ورأى دبابات وطائرات، فكانت حرب رمضان سنة 1393 هجرية حرب أكتوبر سنة 1973 ميلادية، والقوات العربية المسلمة تنتصر على الصهاينة الغاصبين، وتعبر الجيوش العربية قناة السويس وتحطم صورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. وفجأة امتدت مدفعية أمامه كادت تصيبه برصاصها. هي استيقظ، دبابات شو؟ السحور، قم للسحور. استفاق مستدركا أنه في القرن الحادي والعشرين، وأن العالم صار يعتبر الغرب أصل التطورات والفتوحات العلمية والتكنولوجية. استذكر جيوش العاطلين عن العمل، استذكر طوابير الجوع والفقراء، استذكر الجامعات العربية التي لم تستطع منذ عقود الدخول إلى أي قائمة عالمية. استيقظ متذكرا أن اليوم هو الأول من رمضان، وأنه ليس في زمن الفتوحات أو الانتصارات العربية، لكنه استيقظ وقلبه ممتلئ بفتوحات ذاتية وآمال كبيرة بنهضة قادمة. استيقظ وروحه عازمة على الانطلاق. أنا ميمة الكاوي وأنتم استمعتم إلى قطيفة يومية من قطائف الرمضانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.